مشاهدينا الأحباء، أهلا بيكم معنا في لقاء جديد والكنيسة اليوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. من يومين احتفلنا بعيد الرسل ال 12 تلميذ و70 رسول. الحقيقة اللي دايما بنحتفل بيهم في ذكرى استشهاد معلمنا بولس الرسول، معلمنا بطرس الرسول، لكن مش عايزين ننسى برضو ان في 70 رسول وفي 12 تلميذ، كل دول هو اللي كنا بنحتفل بيهم برضو في يوم عيد الرسل. دايما رقم 12 ورقم 70 بيفكرنا بالقصة المشهورة بتاعة شعب بني إسرائيل اللي في المحطة بتاعتهم في أثناء رحلة سفرهم في برية سيناء، في المحطة بتاعت إليم اللي وجدوا فيها 12 عين مية والسبعين نخلة، وكان ربطها الأباء الحقيقة في التفسير الرمزي بال 12 تلميذ والسبعين رسول اللي منهم استقينا ومنهم تعلمنا ووصل لنا الإيمان عن طريقهم. كل سنة وحضراتكم طيبين. برضو النهاردة بنحتفل الحقيقة بعيدين الاثنين من القديسين العظام جدا، وفي نفس الوقت برضو بكرة عيد قديس آخر عظيم. النهاردة بالتحديد عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وعيد القديس أغناطيوس أو الشهيد أغناطيوس الأنطاقي، وبكرة بإذن ربنا عيد القديس العظيم الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح أو اللي غسل أقدام مخلصنا الصالح. الحقيقة الثلاث شخصيات بالذات بتوع الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وقديس أغناطيوس الأنطاقي والأنبا بشوي، كل واحد فيهم له ربطة جميلة قوي، أو ليهم هما تلاتة حاجة بتربطهم وهي مرحلة الطفولة. الأنبا شنودة رئيس المتوحدين من وهو عنده 9 سنين كان بيصوم لغاية وقت الغروب، كان بابا لما يبعته للمراعي بتاعتهم وللحقل بتاعهم ويروح يبص عليه يلاقيه واقف بيصلي، لدرجة انه كان بيشوف ان ايديه منورة وقته وهو مصلي ده وهو عنده 9 سنين. واخده عشان كده وداه لخاله اللي هو الانبا بيجول رئيس الدير، رئيس دير من الاديرة، اللي فرح بيه جدا وقال له باركهولي يا ابونا بيجول، او يعني اللي احنا بنلقبه دلوقتي بالانبا بيجول. فالانبا بيجول قال لبابا قد هو اللي باركني، واخد ايد القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين وهو طفل وضعها على راسه على اساس ان هو بياخد منه هو البركه، وفعلا كبر وصار هو الانبا شنودة رئيس المتوحدين المشهور جدا بان هو مصري اصيل، قبطي اصيل من اخميم، بيحب اللغه القبطيه جدا، من أكتر الآباء اللي كتبوا باللغة القبطية على طول، وصاحب ومؤسس دير اللي بيتسمى دير الأنبا شنودة، سواء الدير الأبيض أو الدير الأحمر. الحقيقة هي أبيض وأحمر جاية بس من طبيعة الأبيض اللي هو مبني بالجير، يعني بالطوب الجيري، فمتسمي عشان كده الدير الأبيض، والأحمر نوع من أنواع الجرانيت كده المحمر، فعشان كده تفرقة يعني بين الأبيض والأحمر. الحقيقة سكن في الأديورة دي أعداد كبيرة قوي وقت الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وله قصص كتيرة جدا. الأولى بس إن إحنا عندنا حلقة كبيرة، يعني حلقة طويلة النهاردة ومليانة حاجات، كان نفسي إن إحنا ناخد حاجات كتير عنه، بس يكفي هكتفي بالجزء بتاع طفولته ده. القديس أغناطيوس أو الشهيد أغناطيوس الأنطاقي برضو له قصة أخرى بتذكر في التقليد الأنطاقي، إن هو ده الطفل اللي ربنا يسوع المسيح لكل المجد ساعة لما بيكلموه مين هو الأعظم ومين الأعظم في الملكوت وهكذا، دعا أحد الأطفال وقال لهم إن لم ترجعوا تصيروا مثل هؤلاء، يعني لن تدخلوا ملكوت السماوات، واتكلم عن التضاع اللي في صورة الطفل. يقال ان الطفل اللي ربنا يسوع المسيح له المجد دعاه وقف في وسطهم، كان هو ده اللي صار فيما بعد أغناطيوس الأنطاقي او القديس أغناطيوس الأنطاقي، اللي مازال لغاية دلوقتي الكنيسة السريانية او الأنطاقية بيتلقب اي بابا عندهم، اي بطريرك عندهم بماري أغناطيوس الاول، يعني ماري أغناطيوس زكا عيواص، ماري أغناطيوس إفرام الثاني وهكذا، بياخدوا لقب الاول ماري أغناطيوس وبعد كده بياخدوا الاسم بتاعهم. عيد استشهاده النهارده، والحقيقه من ساعه لما راح عشان بيقتدوه لساحه الاستشهاد، كان مفروض ان هم هيطلقوا عليه اسود علشان تفترسه، وكان التلاميذ بتوعه والمحبين كلهم من اولاده بيبكوا بكاء شديد جدا، فقال لهم ما تعوقونيش عن طريق ان انا جسدي يصير ذبيحه ان هي تتقدم، وفعلا دخل في وسط الاسود والاسود نهشت عظمه يعني، وكان رافض جدا في الحقيقه، لا هي الصوره اللي بعدها، كان رافض جدا في وقتها ان حد ياثر عليه حتى ولو عاطفيا،
بحيث ان هم يمنعوا عنه الاستشهاد، زي يمكن ما احنا شايفين في الصوره دي اللي هي الاسود اللي بتهجم عليه. يبقى الانبا شنود رئيس المتوحدين كان له موقف في طفولته، الماري اغناطيوس او القديس اغناطيوس او الشهيد اغناطيوس له برضه ايضا قصه عن طفولته. يتبقى لينا بكره باذن ربنا عيد القديس العظيم الانبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح او لغاس الاقدام مخلصنا الصالح، اللي برضو والدته حلمت حلم وهو صغير او رؤية شافت ان ربنا يسوع المسيح له المجد بيكلمها وبيقول لها ان انا ليا واحد في اولادك، فقالت له الست اولاد يا رب اختار منهم اللي انت عايزهم او اختارهم كلهم، فاختار ساعتها توضع ايديه على الانبا بشوي، طبعا كان لسه مش الانبا يعني هو طفل صغير، وصار فيما بعد هو الانبا بشوي اللي مشهور بجهاده وربط شعره علشان حتى لو عينيه غفلت يرجع يستيقظ تاني ويرجع للصلاه بتاعه. فالحقيقه يمكن الثلاث قديسين اللي احتفالهم النهارده وبكره باذن ربنا بيجمعهم كلهم ان هم من طفولتهم وهم عايشين حياه سمائيه جدا، ما وصلوش للقداسه دي بس في مرحله مبكره في مرحله متاخره، لكن من صغرهم ومن طفولتهم وهم فيهم نعمه غريبه جدا وفيهم نعمه عاليه جدا وصلوا لمستويات روحيه عاليه جدا. فكل سنه وحضراتكم طيبين. الصوره يمكن اللي طلعت من شويه هي صوره انا هسيبها للاخر مع يعني لان ليها شرح معين. في الفترة بتاعت عيد الرسل اليومين اللي فاتوا انتشرت صورة خالص لمعلمنا بطرس الرسول وهو ماسك مفتاح. حقيقة الصورة دي يعني احنا بنعتبرها مش صورة ارثوذكسية لسبب، لان هي مرتبطة بالاكتر بالكنيسة الكاثوليكية اللي بتعتبر ان ربنا اعطى مفاتيح ملكوت السماوات لمعلمنا بطرس بالتحديد، عشان كده بيقولوا ان هم ككنيسة رومانية او ككنيسة كاثوليكية مفروض ان هم يرأسوا الكنائس كلها على مستوى العالم كله، نظرا لان هم بيعتبروا ان معلمنا بطرس الرسول هو الاخر أخذ أول واحد مفاتيح ملكوت السماوات من ربنا يسوع المسيح للمجد. لكن طبعا ده له رد، أنا يعني جايبه لكم الرد بتاع قداسة البابا شنودة بس هسيبه في الآخر خالص نختم بيه الحلقة بإذن ربنا. أنا حبيت بس يعني أنوه للحكاية دي لأن انتشرت قوي على الفيسبوك ووسائل التواصل عموما الاجتماعي الفترة اللي فاتت، فحبيت بس إن أنا أقول إن دي كصورة إحنا مش بنعتبرها قوي صورة صح أرثوذكسيا يعني. عند في خبر حلو جدا الحقيقه النهارده طلع. الاول بنبارك لكل احبائنا او اولادنا او اخواتنا المتفوقين في الثانويه العامه، سواء اللي جابوا مجاميع عاليه وتفوقوا، سواء اللي يعني ما توفقش السنه دي ما توفقش بمجموع كان نفسه فيه، نقول له برضو ربنا يدبر ليك حياتك كما يليق، ربنا يدبر حياتك زي إرادته الصالحة. بس فرحانين جدا بالمتفوقين وأوائل الثانوية العامة، بفخر شديد جدا أقدر أقول إن فرحتنا كبيرة قوي إن في 12 من ضمن أوائل الثانوية العامة من أولادنا الأقباط أو من الأقباط، ودي الحقيقة حاجة مشرفة جدا. انا نفسي ان احنا في بداية الحلقة يعني بكل فخر ان احنا نذكرهم واحد واحد ولو سريعا جدا، بس انا شخصيا فرحانة جدا بخبر زي ده واعتقد ان كلكم هتشاركوني نفس الفرحة دي، فخلونا نبتديهم كده واحد واحد. جورج بؤتر الخامس مقرر، مبروك يا جورج، ناخدهم بسرعة. مارسيل نجيب غطاس شاكر الخامس مقرر، مارك جرجس بسمارك الخامس مقرر، مارينا ماجد جريس محروس الأول مقرر، برافو حلو خالص، مارثيا مجدي لبيب دوس الخامس مقرر، مريم عادل كمال مسعود الأول، الأول على الكفيفات ثانوية عامة الكفيفات، مليون مبروك، مارينا هشام إبراهيم تدرس السابع مقرر، مريم رفعت سعيد بطرس الخامس مقرر، مش عارفة إيه حكاية الخامس كلهم خامس، مينا مليكة مؤنس عايزر مليكة الخامس مقرر، سالي صبحي جميل واصف الخامس مقرر برضو، شيري بشوي راتب الخامس مقرر، سيمون وجيه معوض حكيم الأول مقرر.
يعني عندنا تقريبا اتنين الاول مقرر والباقي كتير قوي، تقريبا منهم الخامس مقرر. بجد مليون مبروك، وربنا يا رب يفرح قلوبكم دايما ويوفقكم في كل رحلة حياتكم. ونتمنى ونترجى من ربنا ونترجى من كل الجامعات والكليات اللي هي يعني هتتشرف بمتفوقين فيها ان هم يحافظوا لهم على تفوقهم ده، ما يتقصقصش النجاح بتاعهم، ما يتقللش الدرجات بتاعتهم، عشان في يوم من الأيام نذكرهم برضو إن هم وصلوا لدرجات كبيرة في الكليات بتاعتهم والجامعات بتاعتهم، ويصيروا أساتذة ودكاترة متفوقين ناجحين يمجدوا اسم ربنا ويشرفوا بلدهم زي ما بيشرفوا أهاليهم وعائلاتهم. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم دايما بالنجاح وبالتفوق وبالعشرة الحلوة مع ربنا. الحقيقة برضو من ضمن الأفراح بتاعت الكنيسة الأسبوع اللي فات كان في احتفال قداس البابا توادروس، ممكن نطلعه. قداس البابا توادروس كان بيحتفل بأوراق الصلاة القداس ورسامة 25 أب كاهن بالكاتدرائية المرقسية، حقيقة للقاهرة واسكندرية، والعدد كبير من الآباء للمهجر برضو. يعني ربنا يدي الصحة لسيدنا ويعيش ويرسم كل ما كاهن أو أب كاهن جديد بيترسم، كل ما ده الكلمة الشهيرة اللي كان قداس البابا شنودة ربنا ينايح نفسه كان دايما بيقولها، كل ما الآباء تعبوا الشعب هيرتاح. فنتمنى يا رب ليهم كل خدمة مباركة، ونتمنى ليهم ان خدمتهم تكون مثمرة ويأتوا بثمر كثير، ويأتوا بكل الخرفان اللي بتضل وبتبعد بره وبتخرج بره الكنيسة يقدروا ان هم يستردوهم مرة تانية بتعبهم وجهدهم يعني بنعمة ربنا. عندنا كمان الحقيقة خبر أثار يعني كلام كتير قوي الفترة اللي فاتت دي، وهو الاعتذار بتاع قداسة البابا عن موضوع العظة بتاعت الكاتدرائية أو عظة يوم الأربع لمدة 3 سنوات، بسبب إن الكاتدرائية هتترسم أو هيترسم فيها الأيقونات بالكامل من أول حضن الآب جوه عند المسبح لغاية آخر الكاتدرائية خالص. طبعا حصل كلام كتير قوي، وناس كتير زعلت وناس كتير اتضايقت، وليه العظة تتلغي، وناس كتير قالت ان اكيد ده بسبب الحالة الامنية، وناس كتير قالت يبقى الدولة مش قادرة توفر حماية، كلام كتير قوي طلع. لكن هو الحقيقة كان قداسة البابا واضح جدا ان الموضوع وقف او العظة هتقف، لان الكاتدرائية بالمساحة الجامدة دي كلها هتبقى مفروشة بالكامل سقالات، لان القبب هتترسم من جواها، والجدران كلها هتترسم، الهياكل كلها هتترسم. كم السقالات اللي هيكون موجود جوه الكاتدرائية هيكون كم رهيب جدا، عشان يتركب وعشان يتفك محتاج لوحده يمكن أسابيع عشان تتنصب السقالات دي اللي بيطلع عليها الفنانين علشان يرسموا. حقيقة هيبقى صعب جدا ان هي تتفك وتتشال وتتحط كل مرة او كل اسبوع، ده مستحيل. البعض كان بيقترح ان العظة تتنقل في مكان اخر او في كنيسة اخرى، بس يمكن هي دي اللي تكون تتعارض مع الناحية الامنية. يعني اهو الكاتدرائية اتوضع عليها من ساعة الثورة بوابات الكترونية ونظام امني جامد جدا، يمكن ده ما يكونش متوفر في بقية الاماكن او في بقية الكنائس، او الشارع نفسه ممكن يكون ما هواش ينفع يتعمل فيه حاجة زي كده، فكل جايز دي اللي تخضع لنواحي امنية ما اعرفش. بس في جميع الاحوال الواحد انزعج مش من الخبر على قد من التعليقات اللي كانت على الخبر. مع ان قدس ابونا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة كان مطلع على طول وكاتب على الصفحة بتاعت المتحدث الرسمي ان في طرق كتيرة جدا بتعد، هيكون في تواصل قداسة البابا مع الشعب بطرق كتيرة جدا غير البرنامج اللي هو مع اسئلة الشعب. هنحاول ان دي هتكون تعوض الفترة اللي جاية. ايا كان السبب، ايا كان، حتى لو في سبب انا مش بقول ان في حاجه احنا ما نعرفهاش، بس حتى لو كان هي لا تحتمل الكلام الكتير اللي كان عمال بيكتب. خلينا ناخد كل حاجه بهدوء اكتر في الموقف اللي زي دي، لان هفترض حتى زي ما البعض كان متضايق يبقى ازاي بقى الدوله مش عارفه توفر الحمايه او الى اخره، مع ان ده اتنفى من المتحدث الرسمي. بس خليني حتى اخد الفرضيه دي اللي هم بيقولوها وامشي معاها. حتى هفترض كده، هقول ان الدوله تعترف في وقت من الاوقات بان هي مش قادره توفر حمايه غير في مكان معين افضل، ولا ان يحصل شر افضل؟
مع ان المتحدث الرسمي نفى ان الموضوع بعيد تماما عن اي ناحية امنية، لكن انا بحاول افكر بعقلية الناس اللي بتفكر في كده. مش لو لا قدر الله يوم ما يحصل اي حاجة نقول ما دام هم مش عارفين يوفروا الحماية طب ليه ما يقعدوش ساكتين وكانوا يقولوا الاجتماع يتلغي. ايا كان ايا كان، خلونا ان احنا دايما نبص للامور بطريقة ان احنا في ناس اكتر حكمة، في ناس اكتر قدرة ان هي تنظم الامور صح. قداسة البابا هو اكتر واحد حريص ان هو يتقابل مع الشباب ويتقابل مع الناس، فلما بيوقف حاجة زي كده يبقى فعلا هو عارف ان ما فيش امكانية ان يحصل تواصل عن طريق الاجتماع، لكن يحصل تواصل عن طرق تانية كتير. وابونا قدس ابونا بولس قال ان هيعلن عنها قريب جدا طرق كتيرة، ويمكن هتكون جميلة وتناسب خالص فئات كتيرة من الناس، فإحنا في انتظار بإذن ربنا الإعلان عنها. لكن أؤكد مرة تانية أن قدس أبونا بولس نفى تماما أن الموضوع يكون له أي علاقة بناحية أمنية. المسابقة أصلا بتاعت رسم الكاتدرائية دي معلن عنها من شهر ديسمبر، ورسميا أعلن عنها في يناير، وفي شهر أبريل اختير 20 فنان وهكذا. يعني الموضوع بيعد ليه من فترة طويلة، ما هواش مفاجأة يعني. صاحب الفترة دي أو القرار ده خبر تاني ان قداسة البابا كان مفروض متقال ان هو هيروح المنيا عشان يفتتح الكنيسة بتاعت الامير تدرس الشطبي اللي كانت اتحرقت في بعد فض اعتصام رابعة وتجددت. الحقيقة الزيارة دي اتلغت او تأجلت، وهيعلن لسه عن الميعاد الجديد بتاعها. ما تقالش ايه السبب، لكن اتقال ان هي اتلغت. ايا كان السبب برضو احنا مش هندخل في السبب، لكن احنا مجرد بنقول الخبر كخبر. لكن برضو على ناحية تانية قداسة البابا بيواصل نشاطاته العادية والاجتماعات والزيارات والدير والمقابلات وكل حاجة تانية بيمارسها ما عدا هو الاجتماع اللي اتأجل. برضو ان قداسة البابا رايح أرمينيا الفترة اللي جاية دي علشان يشارك معاهم في صنع الميرون المقدس. معرفش هل ده السبب بتاع إلغاء موضوع المنيا، هل في أسباب أخرى ما نعرفش، لكن المهم إن هيعلن عن ميعاد تاني لافتتاح الكنيسة بتاعة الأمير تدرس اللي كان مفروض تفتتح في الفترة دي. الحقيقة في النهاردة برضو يعني بالمناسبة أحب إن احنا نهنئ إخواتنا المسلمين بليلة القدر، وخلاص بالعيد الفطر اللي خلاص قرب. أعتقد إن كما قيل أو كما كتب لغاية دلوقتي إن لغاية دلوقتي المفروض هيكون يوم الجمعة، بس لسه هيعلن رسميا. لكن أيا كان كانت النهاردة ليلة القدر، فهم كل سنة هم طيبين. والحقيقة بالمناسبة دي كان في خطاب في منتهى الجمال للرئيس السيسي في الاحتفال بليلة القدر. هو الخطاب ما كانش طويل، هو حوالي 19 دقيقة بس، يعني أنا الحقيقة جبت لحضراتكم منه 8 دقايق، كنت عايزة أقللهم عن كده علشان وقت البرنامج بس عشان ورانا حاجات كتير، لكن حسيت إن أنا مش عارفة أقطع 8 دقايق دول من كتر ما هم حلوين قوي. بس قبل ما نشوف الفيديو مع بعض، عايزه اقول ان كان في اخبار بتبقى مفرحه وان كان في كلام دايما مشجع ودايما جميل من الرئيس السيسي، الا ان احنا دايما عندنا بعض نقاط الالم اللي دايما بنتكلم عنها في كل حلقه ودايما بنذكرها ودايما بنقول ان طرح المشكله يساعد في حلها، مش المساعدة في حلها عن طريق إخفائها، لكن إن إحنا نقولها هو ده اللي بيفضح المشكلة. زي أي ظلمة أو زي أي شر، لما بننور عليه النور مفروض إن هذا الشر بيفضح. حقيقة من ضمن الأخبار اللي كانت يعني المحزنة جدا يعني أو اللي تضايق جدا واللي ما زالت بتحسسنا بالتضاد الرهيب اللي في الشعب المصري، اللي مفروض كله بيحاول يحارب الإرهاب يقوم يجي ناس كأنهم ضد الإرهاب الصبح وبالليل ضد الناس يكون عندها كنائس بتصلي فيها وتعمل مظاهرات ضدها. قد يكون المحرك لدول ودول، سواء الإرهابيين سواء الناس اللي بتقوم بالمظاهرات، هو محرك واحد وهي ناس واحدة وهو تخطيط واحد للوصول لفتنة. لكن لدرجة البعض قال هو كل ما هيجي يبقى يتقال ان قداسة البابا رايح يزور المنيا برضه هيثار بعض المشاكل. حقيقة انا بقول ايه الخبر ده، لان متشددون يوقفون الصلاة بكنيسة قرية عرب اسمنت بالمنيا ويطالبون بهدمها.
هي الحقيقة هي مش كنيسة، هي عشان هما ما عندهمش كنيسة فهما بيضطروا يصلوا في البيوت، ويعني الموضوع ده من زمان مش حاجة جديدة، لكن فوجئوا ان في ناس بتتجمهر قدام البيت اللي هو بيتصلى فيه ده، وبيطالبوا ان هو يتهدى علشان ده كنيسة، وحتى لما اتعمل جلسة عرفية مفيش فايدة برضو، يعني مع ان احنا قلنا مش عايزين اصلا موضوع الجلسات العرفية ده ان هو يفضل مكمل او يفضل مستمر معانا، الا ان هما لسه مستمرين فيه برضو وماشيين فيه، وبرغم كده برضو مش عاجب. يعني الخبر بيقول اوقف مسلمون متشددون بقرية عرب اسمنت التابعة لمركز ابو قرقاس جنوب محافظة المنيا الصلاة داخل إحدى الكنائس بالقرية، وطلبوا بهدم الكنيسة ومنع الأقباط من ممارسة الشعائر الدينية بالقرية. وقال أحد أهالي قرية عرب أسمنت أن القرية بها العديد من المتشددين دينيا البعيدين عن يد السلطات الأمنية، ونظرا لطبيعة القرية لقربها من الطريق الصحراوي الغربي ولجوء الخارجين عن القانون لها كوسيلة للاختباء بالكهوف الجبلية جعل من طبيعتها غير آمنة إلى حد ما. وقد اعتاد كهنة المطرانية التردد على الأقباط بالقرية داخل منازلهم للصلاة بالمنازل بشكل متدرج منذ سنين طويلة، أو توجه الأقباط بالقرية للقرى المجاورة لها لحضور القداسات. لكن في يوم الأربعاء قبل الماضي، وعندما حدد الأقباط بالقرية أحد المباني ليكون مقرا لصلاتهم ككنيسة، أثار الأمر حفيظة عدد من متشددي القرية التابعين للفكر السلفي والمعروفين بالاسم بالقرية. خلوا بالكم، الفكر السلفي والمعروفين بالاسم، وتجمهروا أمام المنزل وقاموا بإلقاء الحجارة على المبنى ومنع الأقباط من التواجد بداخلها بدافع منع اعتبارها كنيسة، وفور استغاثة الأهالي بالأمن وعقب حضوره كان المتظاهرون قد تركوا المكان ولم تقم قوات الأمن بإلقاء القبض على أحد. مع إن اللي معروف واللي بيتقال دايماً إن الناس دي معروفة بالاسم، ومعروف توجهاتها ايه، معروف هم تابعين لمين، معروف ان المنطقة فيها ناس بتسكن في الكهوف الجبلية، لكن مفيش فايدة برضو. الحقيقة يعني ده خبر من الاخبار اللي تحزن، وعايزين ان احنا يعني لازم يبقى فيه حلول للناس دي، ولازم يبقى فيه حدود تتوضع للناس اللي بتقوم بالعمليات دي، لان هنرجع وهنقول تاني هم دول الناس اللي بيروحوا يفخخوا الأماكن المختلفة بالقنابل، وهم دي الناس اللي بتقتل الشرطة، وهي دي الناس اللي بتعمل كل حاجة. في خبر تاني كان تعليق على موضوع أنا مش هفتحه دلوقتي، لكن لما يبان تفاصيله أكتر وأكتر، على الشباب اللي كانوا بيوزعوا تمر في اسكندرية واتقبض عليهم أو اتقبض على أحدهم، ولما راح له أصحابه الباقيين الاسم اتاخدوا هم كمان واتعملت لهم قضية ازدراء أديان، بحجة ان التمر لما كان بيتوزع او كانوا بيوزعوه على الصائمين كانوا حاطين فيه بعض الاقوال عن المحبة، وهم ليهم سايت على الانترنت، فكاتبين اللينك بتاع السايت، فالبعض اعتبر ان ده تبشير بالمسيحية، واتعملت للثلاث اولاد دول قضية ازدراء اديان، خرج كل واحد منهم بكفالة 10,000 جنيه، وما زالت القضية هتكون لسه مفتوحة وتنظر. انا ما اعرفش السايت عليه ايه ولسه ما دخلتش عليه، بس ايا كان ما اعتقدش ان في ديانه هتهدد من سايت، ما اعتقدش ان في ديانه هتهدد من اقوال محبه بتتوزع مع تمر بيوزعوه، ما اعتقدش ان الموقف خطير، والا يبقى بالتالي ان كنا بنقول كده يبقى نوقف برضو ان اي حد من اي دين ان هو يوزع برضو منشورات او يوزع حاجات دينيه في اي مكان، يبقى تمنع عن الاتنين. لكن هل ان حد يوزع حاجة حتى لو فيها أقوال محبة يبقى ده تبشير ويبقى ده ازدراء بالدين، ولكن لما طرف تاني يعمل نفس الموقف ما يبقاش ده ازدراء بالأديان وما يبقاش ده تبشير؟ لما كنا طول عمرنا بناخد في مناهج اللغة العربية آيات قرآنية وأحاديث إلى آخره، هل ده ما كناش نقدر نعتبره تبشير؟ ما كناش نقدر نعتبره ازدراء أديان؟ ازدراء الدين في كده؟ وهكذا. الموضوع لسه محتاج ان معالمه تكون اكثر وضوحا، يعني مش هتوسع فيه دلوقتي لغايه ما كل تفاصيله تبان، لكن في الاخر وفي الاول ايا كان في سايت في اقوال، ان شاء الله يكون في كتاب مقدس، وكتاب مقدس حاجه سريه، احنا مش في السعوديه ممنوع دخول الكتاب المقدس، ما الكتاب المقدس موجود على النت وموجود في كل مكان، اللي عايزه هيوصل له. لكن حتى لو كان ايا كان اللي بيتعمل، ايه ازدراء الاديان في كده؟ ايه الخوف من كده؟ بس ايا كان لسه هاترك الموضوع ده لموقف تاني. انا معلش اسمحوا لي، انا هو عشان المواعيد عندنا ملخبطه شويه النهارده. طيب ناخد الفيديو الاول ولا معانا المكالمه الاول؟
طب اوكي ناخد الفيديو خلاص. هرجع تاني بعد شوية، اصل بعد الفيديو هيكون معانا قدس ابونا اثناسيوس المقاري. كنت وعدت حضراتكم من اسبوعين تقريبا او 3 اسابيع فاتوا ان يكون لينا مداخلة باذن ربنا مع قدس ابونا اثناسيوس بخصوص الموضوع بتاع الزواج في المسيحية، متى وكيف بدأ، وايه معنى كلمة الطلاق اللي جاية في الكتاب المقدس، هل هي ليها اي معنى اخر غير اللي احنا نعرفه العادي كده في اصل اللغة اليونانية اللي مكتوب بيها العهد الجديد ولا لا. بس خلوني الاول اخد 8 دقايق من اروع ما قال الرئيس السيسي اللي دايما بيبهرنا بكلماته الراقية والمحترمة والمريحة، لكن كل اللي بنتمناه ان يكون في اذان بتصغى لكلامه وهيئات او كل الهيئات بتنفذ اللي هو بيقوله. خلينا نخرج نسمع 8 دقايق من اروع الكلمات للرئيس السيسي ونرجع تاني نكون مع حضراتكم، وباذن ربنا يكون معانا قدس ابونا. من في مثل هذا اليوم من سنه فاتت كنت بتكلم على ثوره دينيه، ولما قصدت بالثوره الدينيه هنا ما كانش الهدف منها ان احنا نتكلم عن اجراءات حاده وعنيفه، لكن الهدف منها كان ثوره في الفكر والفهم والاداء تتناسب مع عصرنا اللي احنا موجودين فيه. وخلينا اتكلم معاكم ببساطه اكتر واقول لكم، يا ترى الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان، انا بقول الانسان، عشان يعبدوا اجبارا ولا اختيارا؟ خلق الانسان ليعبدوا اجبارا ولا اختيارا؟ اختيارا. كويس، وهو هيحاسبه يوم القيامه. يبقى لما حد يتصور ان ممكن يجبر الناس على ان هم يعبدوه، ده مش بس كده، ويقول ان كل ما دونهم على خطأ وهم فقط اللي صح. مش بس بقول، مش بيقول حتى يعني، لا، ده حاجة غريبة جدا. الناس النهاردة متصورة، توقفوا من فضلكم، توقفوا وشوفوا الناس بتقول ايه، وشوف الناس بتفكر ازاي. ده يعني امر في منتهى العجب اللي احنا شايفينه في الدنيا اللي احنا فيها. يعني الحق سبحانه وتعالى استدعى البشر وخلقهم عشان يجي حد يقتلهم، يؤمنوا بالله على طريقتهم او يقتلوهم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه كمان يعذبهم عشان هم ما امنوش. ده حاجه صعبه قوي. انا بالمناسبه، انتم مش بتحاربوا هنا او مش بتدافعوا هنا عن دين، لا، انتم بتدافعوا عن اساءه حقيقيه للخالق العظيم وفلسفه خلقه للبشر. الموضوع كبير قوي، مش بالبساطه ديت. ولما يتمعر وجهك في الله هنا بقى عشان خاطر ربنا، مش عشان خاطر دين بس، عشان خاطر ربنا اللي بيساء ليه في الارض، بان هو يا كل القتل والتخريب والدمار ده كله ما كانش سبحانه وتعالى. استغفر الله. والله يعني ربنا مش قادر يخلق الناس كلها على قلب رجل واحد؟ قادر. طب ما احنا بنعمل ايه؟ هو لما الحق، لو احنا لازم نفهم كويس قوي ان الثوره اللي انا بقصدها هنا، لما حفظ القران وحفظ نصوصه كان الهدف منه ان المعاني لا تنحرف وتلوى النصوص. المعاني لا تنحرف وتلوى النصوص، فعشان كده حفظ الذكر. لكن في حفظ تاني احنا مسؤولين عنه، حفظ المفاهيم والافكار حتى لا تنحرف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نحن نقدم، خلينا اتكلم مره كمان، ازود حاجه. كتير من الناس بيقولوا ان في كتير من الشباب الحدوا، يعني ما خرجوش من الاسلام، ده مسلمين ومسيحيين ويمكن حاجه كمان، قالوا ما فيش بقى. طب ليه؟ ما قدروش يتحملوا حجم الفتنه وحجم الاساءه وحجم الظلم اللي موجود على الارض، وقالوا مش معقول، ما استحملوش. انا مش قلقان من الحكايه ديت بالمناسبه، مش لان انا مش غيور على الله سبحانه وتعالى، لا، لان انا عارف ان الامر ده هينتهي ان شاء الله، هينتهي. بس انا برجع تاني، شوف، انا عايز اقول لكم على حاجه. اوعى تكون منتهى مهمتك انك انت تقف تقول خطبه طيبه يوم جمعه او حتى في يوم الاحد في الكنيسه، لا،
موضوع اكبر من كده بكتير. ازاي تعلموا الناس ان هم يحبوا بعضهم؟ هو كلهم متصورين ان افشوا السلامه بينكم انك تقول السلام عليكم ورحمه الله فقط وبعدين تضربوا بالنار. لا، افشوا السلامه بينكم ده قيم السلام والمحبه بين الناس، قيم الاحترام والتقدير بين الناس. انا ممكن اقبل واحترم خيارك، ممكن او ان انا اقبل انت اخترت كده فانا بحترم هذا الاختيار، لان ربنا اراد كده، خلق البشر عشان كده، وعظمه الخلق كلها جايه في هنا في الاختيار، الحريه انه يختار او لا يختار. انما احنا بنلوي النص بشكل صعب قوي، وبصراحه يعني اللي انا شايف ان حجم المواجهه مش كفايه. وارجو ان انتم ما تزهقوش مني ان انا كل لقاء معاكم اتكلم معاكم واقول لكم ان مطلوب اكتر من كده. يا فضيله الامام ده في مشكله كبيره كبيره قوي والله، في مشكله كبيره جدا في فهمنا وممارستنا لديننا. ده الموضوع اللي احنا فيه ده بصراحه عايز الناس لا تنام ولا تسكت، لان شوفوا الدنيا. انا عايز اقول مش صلى الله عليه وسلم بيقول من مات دون ماله فهو شهيد؟ طب اللي حيموت دون مال الناس يبقى ايه؟ يعني انا حموت بس فقط ابقى شهيد لو انا بحافظ على مالي؟ طب لو انا بحافظ على اموال الناس مش كده ولا ايه؟ طب اعراض الناس، دماء الناس، اقول تاني، يبقى ابننا اللي موجود في الجيش ولا الشرطة اللي بيستشهد في سبيل الله ده في مرتبة عظيمة جدا من الشهادة، لان هو مش ده اموال واعراض ودماء الناس هو بيقاتل في سبيلها وبيستشهد عشانها. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ انا ما تصورش ان راية الحق ترفع بالظلم وبالطغيان وبالقتل وبالتدمير وبالتخريب ابدا، لا يمكن ابدا في راية ترفع كده، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بكده. انا مش هطول عليكم في النقطة ديت، لكن كان لازم اتكلم معاكم لان انا شايف اللي احنا فيه مش بس في مصر. وهقول لكم لما انا قلت دون ماله ودون عرضه ودون دمائه ودماء الناس، شوفوا الدول اللي بقى لها 40 سنة ما خرجتش من الدائرة دي لغاية دلوقتي. أنا بقول الكلام ده كله مش بس حتى للعلماء، أنا بقول الكلام ده للمفكرين والمثقفين وللإعلام. تصوروا ان احنا لازم دايما نحافظ على الهدف، الهدف اللي هو الحفاظ على الدولة ديت. ما نقعدش نخش في قضايا، ما بقولش ان احنا ما نهتمش بيها، بس ما تاخدناش ابدا عن الهدف الاساسي اللي هو ان الدولة المصرية لا تسقط. التمن هيبقى صعب قوي وفادح، التمن هيبقى صعب قوي وفادح، لان زي ما بقول لكم كده أنا ما بحبش أقول أسماء دول عشان يعني، لكن بقول تاني، أنا بقول في دول بقى لها 40 سنة ما خرجتش، وأتصور إن لسه قدامها وقت طويل قوي إن كانت تخرج من اللي هي فيه. والدول اللي هي بتتقاتل دلوقتي وبتتنازع جواها الناس، أنا ما أتصورش إن الدول دي هتستقر وتهدأ شعوبها لسنين طويلة قادمة. يعني 8 دقايق من اروع الكلام اللي قاله الرئيس السيسي، بس بجد يعني كل اللي بنرجوه ان هذا الكلام يفعل، وكل اللي بنرجوه من الرئيس ومن رئيس الوزراء ومن الحكومه ومن المحافظين ان لازم البلاد اللي بتئن دايما وكل يوم والتاني طالع لنا منها مشكله لازم يتوضع حد للمشاكل دي، وخصوصا ان احنا عارفين ان الارهاب طالع برضو من الدول دي او من البلاد دي. هم نفسهم بيقولوا في الكلام ان قريه زي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها دي جنب المنطقه الجبليه اللي بيقوى ليها المجرمين والارهابيين. طب ما فرصه،
ما فرصة نقبض على المجرمين، فرصة نقبض على الإرهابيين، فرصة إن إحنا نشوف مين اللي عامل الوجع ونمسكه، فرصة إن إحنا نظبط البلد، نظبط الدنيا بدان في هذه النية الجميلة وهذه الروح الحلوة. يعني أتمنى فعلا إن تكون الحكومة اللي مع الرئيس ماشي على الأهداف وماشي على فكر الرئيس اللي بيعلنه ولا يتردد مع كل اللي ممكن بيتقال عليه، مع كل اللي ممكن بيصيبه يعني بسبب هذا الكلام، إلا إن هو بمنتهى الشجاعة وبمنتهى القوة مش بيفوت أي مناسبة إلا ويقول ويؤكد على هذا المعنى والكلمات الذهبية اللي أنا بعتبر إن إحنا كنا بنسمعها من دقايق دي. أنا مش عارفة المكالمة لسه اتصابونا معانا. طب كويس خالص. اتصابونا اثناسيوس، يعني انا برحب بقدسك جدا يا بونا وبشكر قدسك لمحبتك ووقتك اللي انا عارفه ان هو غالي جدا عندنا يا بونا، ربنا يخليك. تعيش. شوف تعيش يا بونا. انا كنت بقول الو. اتفضل يا بونا، احنا سامعين قدسك. أنا كنت بقول إذا كان الميعاد اتأخر ممكن نخليني أنا في المرة القادمة عشان يبقى معايا براح في الكلام. لا لا، معانا لسه وقت يا بونا، إن ما كانش كده الوقت اتأخر على قدسك. أنا عارفة إن كده متأخر جدا على قدسك، بس لو مناسب لقدسك إحنا مناسب لينا جدا. لا أصلا أنا بس عايز أعرف بالضبط أنا هتكلم زمن قد إيه عشان أقدر أحدد كلامي، لأن الكلام اللي أنا عايز أقوله ما ينفعش إنه يتقال ملخص عشان نتفهم كويس. خلاص، اذا كان البرنامج اخذ وقت كافي، يعني اذا كان في حاجات في البرنامج اخذت وقت كبير، انا ما عنديش مانع ان انا يعني المره القادمه او اللي بعدها زي ما انت عايز. لا 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 يا بونا، انا معانا لسه وقت ساعه، ممكن لغايه ساعه كامله يعني ناخد حتى بقيه الحلقه واحنا ناجل بقيه كل الحاجات اللي ورانا للمرات اللي جايه باذن ربنا، دي ما فيهاش اي مشكله خالص. فالمهم يبقى مناسب لقدسك الوقت. لا تقطعني. خلاص تعيش يا ابونا. ابونا يعني انا زي يمكن ما كنت اتكلمت مع قدسك قبل كده، الموضوع بتاع الزواج ونشأة الزواج وبداية الزواج في المسيحية بالتحديد يمكن عليه تساؤلات كتيرة، ويمكن عليه امتى الزواج ده بقى زواج مسيحي وكان شكله ايه قبل المسيحية. يعني الزواج طول عمره ما هو كان في زواج قبل حتى المسيحية، كان شكله ايه الزواج قبل المسيحية؟ وخصوصا خلينا نتكلم بالتحديد عن مصر لان دي اللي هتهمنا بعد كده في اثناء كلامنا باذن ربنا، كان شكل الزواج ايه ما قبل المسيحيه وبالتحديد يمكن في مصر؟ الزواج اصلا بين الرجل والمراه هو ناموس طبيعي جبل الرب الانسان عليه لما قال ليس حسنا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره. وبعد كده خلق الرب المراه وقال لها مع ادم رجلها اثمروا واكثروا واملأوا الارض. هذه البركه نفسها الرب كررها مره تانيه بعد الطوفان لما قال اثمروا واكثروا واملأوا الارض. فهي اصلا وصيه الهيه بتبين ان طبيعه الحياه هي علاقه بين الرجل والمراه. العلاقه دي اتحكمت على مر العصور ببعض قوانين تحكمها. ومع تقدم الحضارات وضعت قوانين وضعية أكثر تقدما عشان تحكم العلاقة اللي بين الرجل والمرأة. فلو كنا مثلا بنتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، وعلى الرغم من انعدام المصادر أو أي وثائق مبكرة عن مراسيم الزواج في هذه الحضارة القديمة، فعندنا وثائق قانونية بتحدد صراحة مسؤولية الزوجين كل منهما تجاه الآخر، إلى جوار إجراءات أساسية كانت تسبق الزواج. تتمثل مثلا في إعلان شفهي أو قسم
من قبل العريس أمام أبي العروسة في حضور شهود إلى آخره. تمام. فإذا في قيود أو في مراسيم محددة كانت بتمارس عند زواج الرجل بالمرأة منذ بداية الحضارات القديمة، تمام. ويرجع تاريخ أقدم عقد زواج مصري إلى القرن الرابع قبل الميلاد. زواج مدني عادي يعني. نعم، واستمرت هذه العقود الموثقة، يعني عقد موثق بيشهد بوجود علاقة قانونية قائمة بين هذا الرجل وهذه المرأة. تمام. استمرت العقود ديت حتى العصر البطلمي. ومن ضمن الأساسيات اللي كانت معروفة في الحضارة المصرية القديمة أن الزواج كان بزوجة واحدة فقط، ولا يتزوج الرجل بامرأة أخرى قبل أن يطلق الأولى أو في حالة وفاتها. دي أيضا هي أحد الشروط الوضعية أو القوانين الوضعية اللي اتحطت عشان تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة في موضوع الزواج. وكان يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها، والبند ده استغرب منه الإغريق لما دخلوا مصر، وكانوا بيعتقدوا أن هم أكثر الشعوب تحضرا في ذلك الوقت. تمام. فتعجبوا إزاي أعطى المشرع المصري الحق للمرأة المصرية إنها تطلب الطلاق من زوجها. إذا كان الزواج بواحدة هو العرف السائد في مصر القديمة، وإن كان هناك بعض الحالات النادرة اللي تعدد فيها الزواج خاصة مع بعض الملوك الفراعنة. تمام. نقصد من الكلام إن جميع الحضارات اللي عرفت في العالم، جميع الحضارات القديمة منذ البداية، كان الزواج في أصوله زواج مدني تحكمه شرائع مدنية أو قوانين وضعية. تمام. دي فكرة سريعة عن بسيطة يعني عن عن قبل المسيحية. الحضارة، الزواج في الحضارة المصرية القديمة كأحد الحضارات القديمة. تمام. السؤال بقى اللي كان يعني محيرنا جامد، امتى الزواج المسيحي ابتدى؟ يعني امتى احنا نقدر نقول ان بقى في سر زيجة؟ مش عايزة اقول امتى في طقس بالشكل اللي هو موجود حاليا، لكن امتى في حاجة اسمها زواج مسيحي؟ هل هو من بداية المسيحية خالص، ولا جه في قرون متأخرة ما بعد المسيحية، ولا بعد اعتراف الدولة الرومانية بالمسيحية؟ امتى بالظبط بقى في حاجة اسمها زواج مسيحي؟ أوكي، هو قبل ما أجاوب على السؤال ده، هو إحنا طبعا من الصعب جدا إن إحنا نعثر على أي وثائق قديمة تعود إلى القرن الأول أو الثاني، لأن دي قرون الوثائق فيها نادرة جدا. تمام. ولكن عندنا رسالة اسمها الرسالة إلى ديوجنيتوس. تمام. الرسالة دي بتعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، فيها فصلين مهمين جدا، الفصلين هما الخامس والسادس. أنا هقرأ جزء من الفصلين دولت بيبينهم إزاي إن المسيحي كان بيعيش وسط المجتمع اللي هو عايش فيه حياة طبيعية مش منعزلة، رغم إن القرون الأولى معروف عنها إنها كانت قرون اضطهاد، طب بمعنى إن المسيحي في القرن الأول أو أواخر الأول والثاني والثالث بالذات دي كانت عصور اضطهاد. تمام. لكن برغم هذا عاش المسيحيين في وسط المجتمع اللي هم عاشوا فيه مشتركين ومندمجين مع هذا المجتمع، ما كانوش منعزلين واخدين لهم حارة معينة أو واخدين حي معين من المدينة متجمعين فيه أبدا. تمام. عمر المسيحي ما عمل كده في حياته. هقرا لك كده بس كده بعض
بعض أجزاء تمام من الفصل الخامس من الرسالة دي. الرسالة دي مكتوبة بواسطة مؤلف مسيحي مجهول لينا، بيسمي نفسه تلميذ الرسل ومعلم الأمم، تمام وفي عالم اسمه العالم الألماني ليتزمان ده بيقول إن الشريف ديوجنيتوس اللي الرسالة مبعوثة إليه ده معلم الإمبراطور ماركوس أوريليوس. الفصل الخامس من الرسالة بيتكلم عن المسيحيين في بداية حياتهم، في البدايات الأولى جدا، عايشين إزاي. تمام يقول لا وطن ولا لغة ولا عادات تميز المسيحيين عن غيرهم من سائر البشر، لا يسكنون مدنا تختص بهم، ولا يتفردون بلهجة غير مألوفة، ولا يمارسون شيئا شاذا في حياتهم. وإذ هم يعيشون في المدن اليونانية أو البربرية، بربرية يعني غير اليونانية، تمام وفقا لظروف كل منهم، فإنهم يتبعون عادات البلاد التي يعيشون فيها تمام في الملبس والمأكل معا وكل ما يخص الحياة. الإنسان المسيحي دي أحد صفاته، إنه إنسان ما هوش منعزل، مش متقوقع تمام حوالين نفسه زي شعوب أخرى، لكن هو ده الوصف الدقيق للمسيحيين كيف عاشوا في هذه المجتمعات، تمام إلا أنهم يظهرون بحياتهم وأعمالهم ما في انتمائهم الروحي من سمو. ليس معنى أن المسيحي عاش في وسط مجتمع إنه ومندمج يتشبه بيه فيه إنه ينزل إلى أخطائه أو ضعفاته، تمام لكن هو بالتعاليم المسيحية اللي أخدها بيسمو فوق هذا المجتمع. يقول بقى كلمة مهمة قوي اللي أنا قصدي بيها، قصدي منها يعني في الكلام، يتزوجون كسائر الناس وينجبون أطفالا، ولكنهم لا ينبذون أطفالهم. كلمة إن المسيحيين يتزوجون مثل الآخرين أو مثل سائر الناس، مش بتعني إن مراسيم الزواج اللي كانت بتمارس في زواج المسيحي هي نفسها المراسيم اللي كان بيمارسها المجتمعات اللي حواليهم، مش بيعني كده، مال تعني لكن ايه؟ بيعني إن هما بيتزوجون زي ما الناس بتتجوز، ده كناموس طبيعي حطه الله في البشر منذ البداية. يحيون في الجسد لكنهم لا يعيشون حسب الجسد. النقطة اللي جاية المهمة جدا، يطيعون الشرائع الوضعية لكنهم يسمون عليها. يعني مهما كانت الشرائع الوضعية المحطوطة في أي بلد، المفروض أن الإنسان المسيحي بتعليم المسيح له يسمو أو يرتفع فوق هذه الشرائع أيضا، يعني يبقى بينفذها ببساطة، لأنه هو القانون المسيحي الموضوع عليه أسمى بكثير جدا من أي شريعة وضعية. تمام ده حتة مهمة قوي في الرسالة الخامسة، حاجتين مهمين في الفصل الخامس، إن هم يتزوجون كسائر الناس ويطيعون الشرائع الوضعية لكنهم يسمون عليها. طيب الفصل السادس فيه عبارة برضو أحب أشاور عليها، نعم اتفضل بتبين المسيحيين بيعيشوا في وسط العالم إزاي. بيقول بكل اختصار، على نحو ما توجد الروح في الجسد هكذا المسيحيون في العالم. الروح تنتشر في الجسد والمسيحيون في العالم. الروح كائنة في الجسد لكنها ليست منه، والمسيحيون حلو قوي. مقيمون في العالم لكنهم ليسوا من العالم. الروح تحب الجسد الذي يبغضها،
هكذا المسيحيون موثقون في العالم كحبساء فيه، لكنهم سبب حياة العالم. أعطاهم الله منزلة الروح بالنسبة للجسد، وهو شرف لا يمكنهم التخلي عنه. تمام، باختصار جدا، حلو هو قوي ده اللي قوي. السيد المسيح قاله: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. يمكن المسيحي يبقى ملح الأرض وهو عاوز يظهر ذاته ويستقل بذاته؟ لأن الملح لو لما يتحط في الطعام ما يبقاش باين، ولكن من غير الملح الطعام ما يبقالوش طعم. يطرح. تمام، هو ده المنظر البدائي جدا اللي بنتعرف منه من القرن الثاني، ازاي المسيحيين عاشوا في العالم، ازاي عاشوا حياتهم الطبيعية. دي فكرة بتدينا انطباع على ان المسيحي برغم الاضطهاد والالام اللي كان بيتعرض ليها في هذه القرون الاولى، انما عاش انسان وطني في الوطن اللي هو كان عايش فيه. حلو خالص وجميل قوي التشبيه بتاع الروح، ان هم يعني عاملين زي الروح في الجسم، يعني وكأنهم هم كمان بيدوا حياة للعالم. يعني حلو جميل قوي، انا عاجبني قوي التشبيه بتاع الروح ده. طب بس لغاية كده بونا، ممكن حد وهو بيسمعنا او بيسمع قدسك يقول طيب اوكي كده بيتزوجوا زي سائر الناس، اوكي جايز. قدسك وضحت ان مش معناها ان نفس المراسيم، لكن ممكن حد يقراها لوحده كده ويقول خلاص ما ده إثبات إن هم بيتزوجوا زي سائر العالم. فهل في عندنا أي أقوال آبائية، أي حاجات برضو من القرون الأولى تقول حتة إن مش نفس المراسيم اللي قدسك وضحتها؟ يعني نقدر نلاقيها إزاي يعني؟ هو بس في نقطة مهمة أنا عايز أوضحها لئلا تكون غايبة عن بعض الناس. تمام، المسيحيين مواطنين، تمام، زي ما قلنا دلوقتي في رسالة إلى دوجنيتوس، مواطنين بيعيشوا في الوطن اللي هم عايشين فيه زي أي مواطن آخر، حتى لو كانوا معرضين للاضطهاد. فلهم حقوق المواطنة، ففي جوازهم أو في زواجهم بيخضعوا للقوانين المدنية التي لا تخالف عقيدتهم أو إيمانهم. يعني مش ممكن المسيحيين يعني يمارسوا الزواج بين الرجل والمرأة بعيدا عن القوانين الموضوعة في هذه الدولة. تمام، والرسالة إلى ديوجنيتوس بتوضح الكلام ده جدا، بالظبط، لكن ده مش معناه إن المراسيم هي هياها، مراسيم الزواج مش هي هياها. لا، اثبتنا ايه يعني؟ يعني مثلا شرط الرضا في الزواج اللي لازم يجعله زواجا شرعيا، والرضا بيتطلب سن معينة لهذا الزواج، موافقة الوالدين، غياب موانع القرابة والمصاهرة، دي كلها بتحددها القوانين الوضعية للبلاد. ده أمر مهم جدا، أن المسيحي بعد زواجه وإنجابه للأولاد بيكون له وأولاده وبناته كل حقوق المواطن: التعليم والعلاج والتوظيف والحماية، دي مسؤولية الدولة. تمام، فلازم يكون زواجه موثق توثيقا مدنيا. دي نقطة مهمة جدا لازم نكون فاهمينها كويس. الكنيسة لا تستطيع إنها تدي مرتبات وتعالج كل المسيحيين، ده مش رسالة الكنيسة. تمام، رسالة الكنيسة هي رسالة روحية تهدف إلى خلاص أولادها تمام، وتوصيلهم السماء. لكن مش معنى الكلام ده إن الكنيسة ملهاش سلطان على ولادها في موضوع الزواج. ده لا يعني أنه يمكن للمسيحي أن يتمم زواجه خارجا عن الكنيسة. لازم نبقى فاهمين كويس إن في حاجتين أساسيتين: أن الزواج هو في أصوله زواج مدني، ولكن بتباركه الكنيسة، ولا يمكن للمسيحي
انه هو يتمم زواجه خارجا عن الكنيسة. ده من القرون الأولى والكلام ده واضح عندنا يعني. بالظبط. وعندنا اقوال اباء كتيرة زي ايه؟ مثلا نعرف منها ان سر الزيجة في الكنيسة كان بيتمم منذ القرون المسيحية الاولى. مثلا عندنا قول للقديس اغناطيوس الانطاكي، عيده النهارده على بالمناسبة يعني. نعم، عيد استشهاده النهارده بالمناسبة. ده استشهد، ده شهيد، استشهد سنة 107 ميلادية، يعني أوائل القرن الثاني. تمام. بيقول في رسالته إلى الأسقف بوليكاربوس: يجب على المتزوجين رجالا ونساء ألا يعقدوا زواجهم إلا بموافقة الأسقف، حتى يكون زواجهم بحسب الرب وليس من أجل شهواتهم. ده 107 ميلادية، يعني كان تلميذ على طول لمعلمنا يوحنا الحبيب، يعني بالظبط اتنايح كده، بعديه بعد كام بالظبط سنة. تمام. كان تلميذ يوحنا الحبيب، تمام. فبيقول لا لا ألا يجب على المتزوجين رجالا ونساء ألا يعقدوا زواجهم إلا بموافقة الأسقف، تمام. حتى يكون زواجهم بحسب الرب وليس من أجل شهواتهم، لتكن كل الأشياء من أجل مجد الله. ده من جهة الشرق. من جهة الغرب، الغرب المسيحي يعني، تمام. العلامة ترتليان بيقول، العلامة ترتليان ده عاش ما بين سنة 160 و225 ميلادية. بيقول: من أين أستقي القوة لأصف وصفا مرضيا سعادة الزواج الذي تعقده الكنيسة وتثبته القرابين وتدفعه البركة بختمها؟ تمام. هنا الزواج ده بتعقده الكنيسة، ده احنا في البدايات الأولى تماما. خالص. لما نحط بقى الرسالة إلى ديوجنيتوس جنب أقوال الآباء دولت، نقدر نتعرف يعني عن قرب قريب كيف كانت الحياة الزوجية للمسيحيين. تمام. يخضعون خضوعا كاملا للقوانين الوضعية، ولكنهم لا يستغنون عن الكنيسة أبدا في زواجهم. تمام. من المعروف العبارة المكتوبة اللي بيقولها العلامة ترتليان، بيقول: الزواج الذي تعقده الكنيسة وتثبته القرابين القرابين، الافخارستيا يعني. الإفخارستية. لأنه معروف، معروف أن الإكليل، سر الإكليل المسيحي كان يتم داخل القداس الإلهي بعد رفع بخور باكر وقبل بداية القداس. تمام. وهذا الطقس ظل ساريا بدقة متناهية حتى القرن الاثناشر. القرن الاثناشر البابا ديمتريوس، البابا آسف، البابا غابريال ابن توريك، البطرك السبعين، لقينا قانون من قوانينه بتقول حاجة غريبة جدا، إن المسيحيين كانوا متعودين يستحيل يقدروا يمارسوا سر الزواج إلا من داخل القداس. فلما كانوا بيحبوا يتمموا سر الزيجة بعد الظهر، كانوا يؤخروا القداس لبعد الظهر عشان يتجوزوا من داخل القداس برضو. أحد قوانين البابا غابريال ابن توريك بيأمر إن ما حدش يعمل كده تاني. القداس بيقام في الصباح وليس بعد الظهر. ده بيبين قد إيه كان المسيحيين ما يقدروش أو ما يتصوروش إن هم يتمموا سر الزيجة بره القداس. خارجًا عن القداس. وبعد شوية، بعد بدءًا من القرن الـ12 وطالع بقى لحد الـ15 كده، لما بدأوا ينفصلوا عن القداس في بعض الجهات، بدأوا يتمموا سر الإكليل يوم الحد بالذات عصر، أو في النصف الثاني من النهار، لكن لازم يكون يوم
الحد ايضا. ده لغاية فلما عصر قريب يعني، وهو كانت الناس متعودة دايما يوم الحد، هو حديثا جدا اللي ابتدى يبقى في أي يوم في وسط الأسبوع يعني. بالظبط، فده بيبين بالظبط كده، ده بيبين ان مش ممكن للمسيحي انه يستغني عن الكنيسة في سر الزواج بتاعه، لكن هذا لا يعني ان تصير الكنيسة دولة داخل الدولة. هو بالظبط. بيمارس سر الزيجة داخل الكنيسة بعد ان يوثق زواجه مدنيا لكي تكون له كل حقوق المواطن في هذه الدولة. تمام بالظبط. ما فيش فاصل بين الحاجتين دول يعني. يعني بكلام قدسك اللي هو برضو ده نفس الحاجة اللي قايمة لغاية دلوقتي، حتة ان في زواج مدني وفي الزواج الكنسي اللي هما العقدين اللي بنوقع عليهم دول يعني. لحد النهارده مش ممكن يحصل إكليل في الكنيسة إلا لما يتم توثيق هذا الزواج مدنيا. لحد تمام النهارده الكلام ده حاصل قائم يعني. تمام برضه يبونا يعني قدسك جبت قول ابائي لقديس اغناطيوس في الشرق والعلامه تورتليان في الغرب، ده معناها ان دي اصول المسيحيه، مش مساله ان الشرق متدين بطبعه فالشرق هو اللي كان عامل مباركه للشعب او مباركه للزواج يعني، او مش تحكم من الكنيسه في شعبها عشان في الشرق دايما بيتحكموا في شعوبهم، لكن ده في الشرق وفي الغرب يعني الموضوع واضح يعني. بالظبط. يعني مثلا الإمبراطورية الرومانية اللي كانت تقريبا محتلة كل البحر المتوسط وما حوله، تمام دي في القرون الأولى وحتى القرن الثامن الميلادي، وكانت مصر دولة ضمن الإمبراطورية الرومانية حتى دخول العرب البلاد في منتصف القرن السابع، كان الزواج عقدا مدنيا لكل رعايا الإمبراطورية، ولم ترى الكنيسة مشكلة في ذلك. ده مش معنى ان الزواج له عقد مدني انه ما كانش بيتم سر الزيجة داخل الكنيسة. تمام فهذا لا يعني انه يمكن للمسيحي ان يتمم زواجه بعيدا عن الكنيسة. تمام ومع تطور الحياة وتعقيداتها اصبح للكنيسة ايضا ان تحدد لتابعيها شروطا يلتزمون بها قبل الزواج، مثل التأكد مثلا من خلو الزوجين من أي موانع تعيق اتحادهما الجنسي الكامل، أو أنهما من نفس الطائفة أو إلى آخره، بحسب ما ترى الكنيسة. ولكن هذه الشروط اللي بتحطها الكنيسة لا يمكن أن تكون متعارضة أو متضاربة مع القوانين الوضعية فيما يخص المسيحيين. تمام وفي هذا السياق إن القانون المدني للبلاد بيراعي دايما ما يعرف باسم الأحوال الشخصية لغير المسلمين. تمام حلو خالص يعني. برضه يبونا يمكن كملحوظة يعني في القولين اللي قدسك ذكرتهم، يمكن فيهم 3 أسرار كنسية يعني، فيهم زيجة وفيهم الأسقف وفي اللي هو الكهنوت يعني، وفيهم كمان في الإفخارستيا أو في وقت تقديم القرابين اللي هي الإفخارستية، فيعني أيوة. 3 أسرار معناهم برضه إن هم موجودين من بداية المسيحية يعني طبعا طبعا تأكيدا يعني طبعا. للكلام. خلاص ما يعني أنا يعني هتنقل لنقطة ولو إنها يعني نقطة العكسية بقى تماما، مش بداية الزواج، عايزة أخد كلمة الطلاق بقى يعني، برغم إن احنا عارفين من سفر ملاخي يعني إن الله يكره الطلاق، لكن معلش خليني اخد برضو بونا كلمة الطلاق اللي مذكورة في العهد الجديد في اللغة اليونانية الأصلية بتاعتها، ايه معناها يعني؟ هل مقصود بيها المعنى العادي اللي احنا عارفينه دلوقتي عن كلمة الطلاق، ولا احيانا البعض بيقول ليها معاني اخرى لا تعني الطلاق ده، فبالتالي لا تنطبق عليها الشروط بقى بتاعة الطلاق او القوانين بتاعة الطلاق في الكنيسة؟ في موضوع الطلاق، المشكلة اللي أنا كنت دايما بتكلم عنها ولا زلت بتكلم عنها إن إحنا لا نعتمد على اللغة العربية في شرح أي موضوع إيماني أو سرائري، لأن اللغة العربية هي مترجمة عن لغتنا الأصلية اليونانية. إحنا أصلنا الكتاب المقدس بتاعنا، أقوال أبائنا، قداساتنا كلها كانت أصلا باللغة
اليونانية. تمام. فلما يكون في كلام عن الطلاق هو طلاق فعلا ولا مش فعلا، والمقصود به طلاق زي ما احنا عارفين دلوقتي ولا حاجة مختلفة، ما ينفعش نجاوب إلا لما نرجع للغة الأصلية بتاعتنا اللي هي اللغة اليونانية. طب معلش معلش فأتمنى بونا، إن أنا ألخص لك قبل ما قوتك، الموضوع ده طب باختصار. قبل ما نعم قوتك تقول قبل ما قوتك تشرح لنا معنى الكلمة، بس عايزة قوتك توضح لنا ان كل اقوال الاباء بتاعتنا وكل الصلوات حتى الكتاب المقدس كان باللغة اليونانية. يعني عايزة قوتك توضح لنا، بس دول مصريين لكن مش بيتكلموا القبطية، ما كانتش ايه اللغة امال القبطية ايه هي ما كانتش اللغة القبطية ساعتها هي اللغة اللي موجودة في مصر. كان يعني دول اباء مصريين برضو، او دي طقوس مصرية او كتابات ابائية مثلا باللغة اليونانية. كان الاباء بتوعنا في مصر او في الاسكندرية برضو بيتكلموا اليونانية وبيكتبوا باليونانية، مش القبطية في وقتها يعني. لا، ما هو طبعا عشان اوضح الكلام ده مهم جدا. المسيحية انتشرت في مصر باستخدام اللغة اليونانية، تمام. وظلت اللغة اليونانية هي اللغة المتداولة في كل أرجاء البلاد من اسكندرية إلى أقصى الصعيد لحد القرن الخامس الميلادي، تمام. لما جه الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أعيده النهارده برضه. وعمل نهضة أو حب يعمل نهضة لاستعادة اللغة القبطية باعتبارها اللغة الوطنية للبلاد اللي هي امتداد للغة الفرعونية القديمة، تمام. بدأ الاستغناء عن اللغة اليونانية عشان يحل محلها اللغة القبطية، تمام. ودي كانت كارثة من كوارث المسيحية الأقباط في مصر، لأن هم بدأوا يتخلصوا أو يستغنوا عن لغتهم الأصلية اللي عاشت معاهم قرابة 5 قرون، كل تراثهم الإيماني والآبائي والليتورجي مكتوب بيها. باليونانية. لما سابوها وانتقلوا إلى اللغة القبطية، بدأت بالصعيدية الأول عند الأنبا شنودة، وبعدين تحولت إلى البحيرية بعد كده. الانتقال من لغة إلى لغة بيربك التراث تماما، إلا إذا كانت اللغة القديمة محافظ عليها. لكن اللي حصل إن إحنا ما حافظناش على اللغة اليونانية، تمام. لأن اللغة اليونانية بعد اللي حصل من الروم وسابوا مصر، بعد دخول العرب مصر، قطعنا كل صلة باليوناني، فدخلنا في اللغة القبطية. قعدنا من القرن الخامس للقرن التاسع والعاشر تقريبا كانت اللغة القبطية أيضا ماتت، العربي بقى. خش مكانها اللغة العربية. تمام. فالمصريين اللي هم لغتهم القبطية عاشوا 5 قرون بيستخدموا اللغة اليونانية في كل عباداتهم. تمام. صحيح إن الإنجيل ترجم من اليونانية إلى القبطية في القرن الثاني، صحيح، بواسطة كليماندس السكندري على ما أعتقد، إنما ما هواش، لا، العلامة بنتينوس، علامة بنتينوس اللي هو مدير المدرسة المدرسة الإسكندرية، الإسكندرية. ترجم الإنجيل من اليوناني إلى القبطي. كان بداية المحاولة للانتقال إلى القبطية، لكن ظلت العبادة والقراءات والصلوات وأقوال الآباء وكل شيء باليونانية. تمام. فإحنا لازم، وبعدين حتى إذا كان حصل انتقال من اليونانية إلى القبطية، لكن ظل الإنجيل بتاعنا اللي في إيدينا أصله مكتوب باليوناني. باليونانية، تمام. فما نقدرش نفسر أو نرجع لأي نص كتابي إلا لما نعود إلى الأصل اليوناني عشان نعرف الأصول بتاعته. تمام يا بون. فموضوع الطلاق بقى، نرجع له تاني. موضوع الطلاق تمام. انا هقوله باختصار عشان ده كان محتاج باوربوينت عشان ما حدش يمل من الكلام، انا هقوله باختصار قوي. اوكي بون. في اليوناني فعل اسمه ابوليو، اسمه كده ابوليو. الفعل ده له كذا معنى، يعني ممكن يترجم إلى عدة معاني، لكن من بين هذه المعاني يطلق.
دي فورس. ايه بعض هذه المعاني اللي بيحملها هذا الفعل؟ هي مثلا يحل، زي مثلا في انجيل لوقا انك محلوله من ضعفك، تمام. عارفه انت عارفه الايه دي، انك محلوله من ضعفك، تمام. ده الفعل، الفعل الاصلي بتاعها ابوليو، او معنى ثاني يصرف. زي مثلا زي ما قال التلاميذ، قالوا للسيد المسيح اصرفها لانها تصيح وراءنا، او ثم صرف الجموع تمام. في انجيل مرقس، في انجيل متى، او في انجيل مرقس اصحاح 8 ثم صرفهم، او في انجيل لوقا التلاميذ يقولوا للرب اصرف الجمع. تمام. كل دي الافعال بتاعت يصرف دي برضو تتبع الفعل ابوليكو. في الفعل ده نفسه اترجم في الانجيل بتاعنا باللغه العربيه الى كلمه يغفر، انجيل لوقا اصحاح 6 اغفروا يغفر. يغفر لكم، تمام. استخدم نفس الفعل ابوليكو. الفعل ده له معنى رابع، يطلق او يصرح او يخلي سبيل، دي كلها بمعاني بيحملها هذا الفعل. زي مثلا ما نقول في انجيل لوقا اصحاح 2 تطلق عبدك بسلام، الفعل ده هو فيه كده. او فصاموا في اعمال الرسل اصحاح 13 مثلا، فصاموا وصلوا ثم اطلقوهما. هنا الفعل بتاع يطلق او يصرح ده فعل ابوليو. اللي انا بحكيه ده، اللي انا بحكيه ده ما كانش فيه مشكلة عند اللي بيتكلموا يوناني. الفعل ده كان بيحمل كل هذه المعاني، والمعنى بتاع الفعل بيبقى متوقف على سياق الكلام. بالظبط. لكن احنا عندنا لما ترجمنا من اليوناني للعربي أصبحنا لازم نعدل أسلوب الترجمة عشان يتوافق مع اللغة العربية. بالظبط. مثلا المعنى، في معنى يخلي، مثلا زي عن يوسف الصديق لما أراد أن يخلي الست العذراء، قال أراد تخليتها سرا. تمام. قالها هنا في الإنجليزي put her away. دي خمس معاني بيحملها الفعل أبوليو. تمام. المعنى السادس يطلق، ديفورس. ما حدش يقول إن ما جاش في الإنجيل معنى الطلاق، لأن مش أنا اللي بقول. يطلق تو ديفورس اي وايف بالنص كده، ابوليو احد معانيها تو ديفورس اي وايف، زي ما جت في قاموس يوناني للعهد الجديد مشهور قوي اسمه ريدر اند سكوت، ده طبعه جامعه اوكسفورد سنه 1986 صفحه 102. احد معاني ابوليو ان هو يطلق. والفعل ده متكرر كتير جدا في العهد الجديد. يعني من طلق امرأته، زي انجيل متى اصحاح 5، اللغة الانجليزي هي اللي خلت فيه نوع من الشك انه ما يكونش طلاق بالمعنى الصريح. فبيقولها من طلق put away a wife. put away a wife ممكن تترجم مثلا سرحة، لكن الحقيقة put away a wife بتساوي divorce from one's wife. دي تساوي دي في اللغة الإنجليزية. تمام. أو بلاش، من يتزوج مطلقة يزني، زي في إنجيل متى صح 5 آية 32، من يتزوج مطلقة، مطلقة جاية هنا في الترجمة الإنجليزية divorced، فواضح قوي إنها بيعني الطلاق. بالظبط. وآيات كتيرة قوي في الإنجيل بتتكلم عن هذا الموضوع، من يطلق امرأته put away. يعني من طلق a policy، دي تصريف من كلمة أبولي قلناها دلوقتي، امرأة من طل... إن طلقت متأسف من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها. تمام. من طلق هنا أبوليسي من أبوليو
اللي قلنا عليه يعني دي فورس. تمام. وفي برضو في إنجيل مرقس إصحاح 10 آية 12، إن طلقت امرأة زوجها، إن طلقت هنا أبوليساسة برضو الفعل التصريف من الأبوليئو، إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني، تمام بوتاوي تمام إلى آخره، طلقت بوتاوي إلى آخره. ده من جهة المعاني المختصة بالفعل أبوليئو. إذن الكتاب المقدس والعهد الجديد جاء فيه فعل أبوليئو بمعنى يطلق. تمام. ده لو أحد المعاني لهذا الفعل. احد المعاني ده لو الكلمه حرفيا، لكن انا حتى عايزه لو معناها ابونا، يعني حتى لو هي سرحه او طلقه، ولو ان قلت خلاص اكدت لنا ان ده احد معانيها كلمه طلقه، ودي ذكرت في الكتاب المقدس. هو احنا عندنا المشكله في طلقه او سرحه، ولا اللي بعدها الا لعله الزنا؟ يعني سواء سرحه الا لعله الزنا، او طلقه الا لعله الزنا، فانا عندي المشكله هي في سرحه او في طلقه، ولا ايه السبب اللي يحصل فيه الحالتين طيب يعني؟ بالظبط، هو دي الحته دي، ده المحك الاساسي. بس انا عايز معلش سامحيني قبل ما اكمل لك لا الاجابه بتاعت السؤال بتاعك ده، اتفضل. عايز اقول حاجه تانية مهمه جدا. في بس يعني هزود حاجه بسيطه، لا في اتفضل. فعل اسمه اكس ابوستيلو، ده فعل يوناني تاني غير ابوليئو، تمام. فعل اسمه اكس ابوستيلو. الفعل ده جه في الكتاب المقدس في العهد الجديد بمعنيين، يصرف أو يرسل، ولكنه في كتابات آباء الكنيسة جاء بمعنى يطلق، ديفورس. تمام. ليه؟ لأن اللغة، أي لغة في الدنيا لازم تنمو، اللغة ما كانتش تنمو تموت. فصحيح ما جاش إكس أبوستيلو، الفعل ده ما جاش في الكتاب المقدس العهد الجديد بمعنى يطلق، لكن آباء الكنيسة لما كانوا بيتكلموا عن هذا الموضوع استخدموا هذا الفعل. نقطة مهمة جدا. تمام. السؤال بتاعك بقى اللي هو موضوع الطلاق إلا لعلة الزنا، هو إيه يعني؟ دي بقى المشكلة الأساسية اللي أنا بحس إن فيها شوية لخبطة. تمام. فهل الطلاق اللي ورد على لسان الرب نفسه له نفس الدلالة أو دلالة مختلفة عن مفهوم الطلاق اللي احنا نعرفه النهارده؟ بالظبط. مش ده سؤالك ولا في حاجة مختلفة؟ تمام. يعني هل شو هو المعنى اللي احنا بنفهمه عادي، ولا احيانا البعض بيحاول يديلها معاني لا ده ما كانش قصده كده، لا ما يقصدش الطلاق بالمفهوم اللي احنا نعرفه، وهكذا يعني. يعني المقصود بيها ايه بالظبط في كلام ربنا للمجد؟ هو ده يستوجب مننا ان احنا نذكر النص الكتابي عشان نفهم بالضبط الموضوع. تمام. إنجيل القديس متى في موعظة الرب على الجبل، متى 5، الرب بيقول قيل من طلق. لاحظي كلمة طلق هنا أبوليسي، اللي هي من أبولي قلناها دلوقتي من شوية، اللي هي بوتاوي. من قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب كتاب طلاق، طلاق. بيبليون أبوستاسيو. أما أنا فأقول لكم إن من طلق، أبوليون، أبوليون برضو نفس الأبوليو اللي هي الكلمة، اللي أحد الفعل معانيها اسم طلق. الكلمة عنه شوية كتار، تمام. لكن زنا يجعلها تزني، تمام ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. تمام ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه ان الرجل في العهد القديم كان بيطلق مراته لاي سبب ولاتفه سبب وبالاراده المنفرده وبمجرد النطق، فكان بالوضع ده بيعاقبها عقاب شديد جدا، لانها بتظل مرتبطه بيه كزوجه ولكنها مش قادره تتزوج رجل اخر، لأن يعني معهاش ما يثبت إن هو اتطلقت. طلق. فدي كان حاجة صعبة. طبعا. فعشان كده جاءت شريعة موسى، الكلام ده كان بيحصل قبل شريعة موسى. لما جت شريعة موسى ألزمت الرجل
انه يدي مراته كتاب طلاق حين يريد ان يطلقها لاي سبب. انتبه لحاجه مهمه جدا، يعني كان يعني كون الرجل عاوز يطلق مراته لاي سبب كان من حقه برضه في شريعه موسى، ولكن ايه اللي نضاف؟ حاجه واحده بس، انه يديها كتاب طلاق. ففي الاول كان بيطلقها لاي سبب ولاتفه سبب، ما بيديهاش كتاب طلاق. ما جت شريعه موسى بقى بيطلقها لاي سبب ولاتفه سبب بس يديها كتاب طلاق. بس برضو دي حسب يا بونا الناموس ولا حسب المفسرين، اللي هي زي ما بنسمع ان في كان مدرستين، حد بيحدد ان من ان اذا وجد فيها عيب، والبعض بيفسر ان كلمة اذا وجد فيها عيب دي ان هي ما هياش في حالة بكورية مثلا، او اذا وجد بعض المدارس التانية عند اليهود برضو كانت بتفسرها ان هي لاجل كل سبب والاتفه الاسباب زي ما كانوا متعودين حتى قبل شريعة موسى. يعني ده تفسيراتهم ولا الشريعة نفسها؟ هقول لك الشريعة نفسها بتقول ايه. هو في سفر التثنية، سفر التثنية صح 24، هو اللي بيحل المشكله دي. بيقول فيها ايه؟ عشان اللي هو ده اللي هو الشريعه اللي اتحطت عشان يلزم الرجل انه يدي امراته كتاب طلاق. بيقول اذا اخذ رجل امراه وتزوج بها فان لم تجد نعمه في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء. كده بقى الموضوع مفتوح على المشاع. ما وجدتش نعمه في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء. يعني هو حر بقى، هو شايف دي مش يعني لم تجد نعمة في عينيه، يعني يعني مش عاجباه مش عايزه لأي سبب، لأتفه سبب. المرأة في العهد القديم كانت مكانتها ضعيفة جدا، كانش ليها مكانة أبدا، على عكس العهد الجديد لما جه الرب رفع مكانة المرأة جدا. عشان كده القديس بولس الرسول يقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لما في العهد القديم كانت المرأة ملهاش مكان خالص، كانت مكانة ضعيفة جدا. فالراجل لم إذا ما لقاش نعمة، إذا ما لقاش للمرأة دي نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء أي حاجة، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. طبعا هي تصير لرجل آخر ليه؟ لأن معاها كتاب طلاق يسمح لها أنها تتجوز يعني. فمتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر إن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك ركس لدى الرب، فلا تجلب خطيئة على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. فإذن تفسير الربيين اليهود مهما اتقال مش هيبقى اقوى من كلمه لم تجد نعمه في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء. عشان كده لما الرب لما الفريسيين سالوا الرب بيقولوا له لماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ فقال لهم موسى من اجل قساوه قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. هنا الرب عمل إيه؟ هنا الرب قيد كتاب الطلاق اللي يعطيه اليهودي لامرأته عشان يطلقها، انه ما يقدرش يعمل كده الا في حاله الزنا فقط. ده تقدم كبير جدا عما كان عليه الامر من قبل.
تمام. يعني برضه بونا، يعني انا محتاجه الحته دي تكون واضحه. قبل ناموس موسى كان الراجل بيطلق امرأته لاي سبب، ارتقوا شويه مع ناموس موسى، مش ان ربنا سمح الطلاق، هو الطلاق كان موجود اصلا، بس اضاف عليه حاجه تدي كرامه اكتر للمرأه في العهد القديم، وهي ان هو يعطيها كتاب طلاق. لما جه ربنا يسوع المسيح له المجد، جه بقى التدريج الثالث ان هو حتى كتاب الطلاق ده ربنا رده للمرتبه الاولى خالص ايام ما خلق ادم وحواء، ان هي ما يكونش الا لعله الزنا. تمام كده، دول بالظبط ثلاث مستويات بالظبط يعني. كده، دي مرحلة متقدمة جدا عما كان عليه من قبل. تمام الزنا بيعتبر خيانة العهد بين الزوجين، شيء طبيعي. تمام تمام التلاميذ لما سمعوا كده انزعجوا بقى. قالوا للرب: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة، إذا كان الموضوع ده هو ده أمر الرجل مع المرأة في موضوع الزواج والطلاق، مش لاعبين بقى. فلا يوافق أن يتزوج. تمام ليه؟ لأنه لو العملية بقت صعبة جدا. تمام ده يدل برضو ان هما فهموها صح، ان فهموا قصد ربنا يسوع المسيح له المجد صح، ان مفيش طلاق الا فعلا لعلة الزنا. أيوه، تمام. لو العملية صعبة جدا. أجابهم الرب قائلا: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأن يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. تمام. من استطاع أن يقبل فليقبل. الكلام ده ايوه مش معناه عدم قدرة بعض الناس من تكميل الوصية الإلهية بالتمام بسبب ضعف طبيعته البشرية. كان في منتهى الخطورة. يعني اللي يقبل ليس يقبل معنى البشر كلام بس. الرب ده هو إنه في ناس مش هتقدر تكمل وصية الرب بسبب طبيعتهم البشرية الضعيفة. تمام. ده خطأ. ليه؟ لأنه كيف يستقيم هذا الكلام اللي قاله الرب حالا مع كلمته اللي كان فيها بيدي الويلات للقتب والفريسيين لما يقول لهم: أنتم يحزمون الناس، يحملون. يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. تمام. فإزاي ربنا يحط وصية صعبة الناس مش قادرة تنفذها، وهو يرجع يدي ويلات للفريسيين ان هم بيحملوا الناس احمالا عسرة الحمل؟ امال من او يستطيع ازاي ان يقبل يرجع فليقبل، دي يقول يعني ايه؟ امال من يقبل، من يستطيع ان يقبل فليقبل، ما تعني ايه؟ بالظبط كده؟ تعني ايه؟ ما هكمل. او مش ممكن الكلام ده يستقيم مع كلمة الرب: نيري هين وحملي خفيف. وحملي خفيف. تمام. لكن ايه معنى كلمة من استطيع ان يقبل فليقبل؟ الرب هنا بيتكلم عن البتولية، عن البتولية، سواء كانت هذه البتولية معطاة من الله كهبة، أو كانت بالاختيار الحر من الإنسان، اللي هو لما قال عنها: يوجد خصيان ولدوا هكذا، وخصيان خصاهم الناس، وخصيان خصوا أنفسهم. تمام. وبيتكلم هنا عن البتولية سواء كانت هبة معطاة من الله أو كانت بالاختيار الحر من الإنسان. تظل البتولية استثناء من القاعدة العامة اللي هي الزواج بين الرجل والمرأة، والاستثناء ليس للجميع. فمش مطلوب إن اللي مش قادر ينفذ الوصية، يعني مش قادر، هو الزواج هو الناموس الطبيعي، لكن اللي أعطي له ليهم أو اللي اختاروا البتولية أو أعطيت ليهم البتولية، ده موضوع استثنائي ما هوش الأساس. تمام. هذا مش معنى إن الوصية صعبة التنفيذ، مش معناها كده. الرب بيتكلم عن موضوع تاني خالص، بيتكلم عن موضوع إن البتولية سواء كانت بإرادة أو بموهبة أو بالتغصب إلى آخره، دي حاجة تخص الإنسان. اللي يقدر يقبل كده يقبل. تمام. إنما الشيء الطبيعي إن القانون الطبيعي هو الزواج بين الرجل والمرأة.
تمام. يبقى معلش بونا علشان برضو أكون بتأكد تاني من المعنى، من يستطيع أن يقبل فليقبل، من يستطيع أن يقبل البتولية فليقبل، لكن مش من يستطيع أن هو لا يطلق امرأته إلا لعلة الزنا فليقبل، يعني مش الاختيار في يطلق لعلة الزنا ولا لأ، لأ ده هو من يستطيع أن يقبل البتولية، دي هي دي المقصودة يعني. بس في حاجة مهمة جدا بقى، أيوه الكلام اللي فات ده كله ما يبقالوش معنى دقيق تمام. وصحيح ايوه إلا لما كان من الجزء اللي جاي. لازم نكون فاهمين كويس جدا أن المسيح له المجد أعطى للكنيسة سلطان الحل والربط. تمام. المسيح أعطى للكنيسة سلطان الحل والربط، فمن حق الكنيسة بالسلطان الممنوح ليها من الله إنها تبطل الزواج لسبب خيانة أحد الزوجين لعهد الزوجية، تمام. لعهد الزواج أي لسبب الزنا، أو لأسباب أخرى يتضح منها أنها حتما ستقود إلى الزنا. ده من حق الكنيسة، ده من حق الكنيسة تعمل كده، لأن هي معطاة موهبة من الله إنها تحكم في هذا الأمر. يعني مثلا لما الرب يقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، طب ما هو رجع نفسه هو في مرة قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنى بها في ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. تمام. اللي هي الكنيسة حاليا بتسميه الزنا الحكمي، يعني في حكم الزنا. انا مش عارف، انا طبعا انا بيني وبينك يعني انا كراهب ما بتدخلش في سياسه الكنيسه ولا نظامها، دي مش شغله الراهب اصلا. تمام. انا بتكلم كامور تعليميه الكتابية. او ايمانيه او كتابيه او سرائريه كموضوع تعليمي، لكن انا مش ب... انا انا ماليش ان انا مش القناة. احكم او تمام اقول ده صح وده غلط، دي مش شغله الراهب. تمام بس المهم في لا، الكلام، طب المهم عايزه استوضح بس نقطه مهمه. زي ما قلت لك ذكرت السلطان اللي اعطي للكنيسه سلطان مفتوح ولا ما حللتموه في الارض وتكون برضو السماء محلاه، يعني هو سلطان ممنوح للكنيسه، بس هل السلطان ده ملوش حدود؟ يعني حتى لو السماء لا تحل امر من الامور، الكنيسه برضو من حقها ان هي تحله، يعني حدود التطبيق بتاع كل ما حللتموه دي ايه هو؟ أيوة. بص أنا الحتة دي مهمة قوي. إحنا قلنا دلوقتي إن في العهد القديم كان يحق للرجل بالإرادة المنفردة إنه يطلق مراته زوجته، هو ده اللي كان المسيح بيتكلم عنه، يعطيها كتاب طلاق وبيكون بيطلق بالإرادة المنفردة. تمام. لكن هذا الكلام لا يمكن تحقيقه أو تنفيذه لأن الكنيسة هي اللي تملك فقط هذا الأمر، أنها تعطي تطليق أحد الزوجين. الكنيسة هي اللي تعطي هذا التطليق، لأن الرجل لا يطلق امرأته بالإرادة المنفردة كما كان يفعل اليهودي. تمام. وهو ده اللي كان اليهود بيسألوا الرب عنه ولم يقبلوا الرب إلا لعلة الزنا. كلامك بقى هنا إن هل معاه الكنيسة سلطان مطلق ولا مش مطلق؟ الرب قال ما حللتموه على الأرض يكون محلولا، ما ربطتموه يكون مربوطا. كلام ده الكنيسة هي اللي بتنظر في كل حالة على حدة. الملاحظة الجديرة جدا جدا بالانتباه هي أن التطليق أو حل الزواج أو إبطاله أو الطلاق، دي كلها أنا شخصيا طول عمري عارف إن دي كلها عبارات بتؤدي إلى نفس المعنى، مترادفات يعني، بس تغيير اللفظ. يعني تمام. إن التطليق أو حل الزواج أو إبطاله كحق من حقوق الكنيسة في استعمال سلطان الحل والربط الذي منحه المسيح لها، يلزم أن يكون بحسب احتياج كل حالة على حدة. فالتعميم هنا في غاية الخطورة، التعميم في غاية الخطورة،
لأن ولذلك لما الأسقف بيترسم أسقف على إبرشية، طقس الرسالة بيقول له إنك إن دم الشعب اللي أنت بترعاه هيطلب يطلب من منك. يدك. تمام. فلا يمكن الأسقف يتجرأ ويعمل حل أو ربط الحاجة ضميره مش هيقبلها، لأنه هيتحاسب عن دم الناس ديت. ففي واحد لأن الأسقف راعي الإبرشية، المفروض بيرعى شعبه فردا فردا، عارف كل واحد ليخلصه، أو تمام معاه كهنة بتساعده في هذه الخدمة. تمام فلو ممكن الأسقف يلاقي إن في واحد لازم يعمل له تطليق، لأن هتحصل مصيبة كبيرة، اي في واحد تاني مش هيعمل له لأنه عارف إن هو يقدر يحل المشكلة بطريقة أخرى. دي اللي يفهمها مين؟ اللي يفهمها أسقف الإبرشية، لأنه عارف القامات الروحية، كل عارف حالة، كل المناسبات، حالة عارف لوحدها الظروف يعني. المحيطة، عارف كل حاجة. هو اللي بيتحمل المسؤولية، إحنا مالناش دعوة. إحنا كناس مش مسؤولين، إحنا مالناش دعوة. لكن الأسقف باعتبار إنه شايل مسؤولية الشعب، هو اللي بيقرر إن دي آه دي لأ. لأنه في النهاية المسيح أعطى للكنيسة هذا السلطان وما رجعش في كلامه، هو اداها السلطان وما رجعش في كلامه. قال للتلاميذ انتوا هتعملوا اعمال اللي انا عملتها واعظم منها. تمام. يعني ايه اعظم منها؟ يعني عمل الروح القدس في الكنيسه ما تربطش فيها بصعود المسيح للسماء، لكنه ممتد لاعمال اعظم ايضا بحسب كلام الرب نفسه. هنا النقطه دي مهمه جدا، لان إذا كنا نخضع للكنيسة ولشروطها وقوانينها هنستريح وهنخلص. كنيسة إحنا ملناش خلاص إلا بيها، إلا فيها. الإنسان بيتولد فيها ابن لله، وهي اللي بتجوزه، وهي اللي بتصلي عليه لما ينتقل، وتنها تصلي عليه حتى بعد ما ينتقل. فالموضوع أصلا هو في أنا شايف كده، يعني هذا الموضوع في أصله تمام، في يعني في بداياته الأولى هو رعاية روحية، هو رعاية روحية، خدمة روحية أمينة. إذا حصل في هذه الرعاية الروحية ما يستوجب فصل الزوجين عن بعض لظروف يراها الأسقف إنها قاهرية، ده من حقه. طبعا طبعا ما بتطلعش بره منطقة الزنا زي ما الرب قال، ايوه لكن الزنا اللي الرب قال عنه ده، انت عارف تطور الحياة بقت في منتهى الغرابة، شيء بقى غريب جدا عن زمان. ففي أسباب ممكن تؤدي حتما إلى الزنا لو ما كانش يتخذ قرار سريع. تمام. طب يعني في دقيقة أبونا قبل ما وقتنا يكون خلص بالكامل، يعني خليني برضه أقول إن لما جم يسألوا ربنا عشان يختبروه يمتحنوه، يعني عايزين يمسكوا عليه أي كلمة ساعة لما بيسألوه على موضوع الزواج والطلاق ده، هل يعني البعض بيحاول يقول إن طب ما ده كان مجرد إجابة على سؤال لمجموعة لكن مش تعليم ومش قول ومش حاجة يعني تؤخذ بأهمية، لأن ده كان رد على سؤال، هل إحنا نقدر نقول على أي حاجة في مواقف فردية قابلت ربنا يسوع المسيح المجد وده فيها تعليم إن ده كان إجابة للمجموعة دي بس، للشخص ده بس، وهكذا يعني، ولا إيه بقى؟ لا، تعليم الرب تعليم، أما أنا فأقول لكم ده تعليم للناس كلها، تعليم للمسيحيين كلهم. تمام. الرب بيعلم تعليم العهد الجديد، بيقصد بيه خلاص كل من يتكلم معه. ربما تكون مثلا في حاجات خاصة جدا، يعني مثلا لما كان بيتكلم مع الشاب الغني قال له حاجة، قال له كلام يخص الشاب الغني، لكن ممكن أي إنسان فينا ياخده ويطبقه في حياته وينجح. تمام. قال له هذه حفظتها منذ حدثتي، قال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعطيه الفقراء وتعال اتبعني فيكون لك كنز في السماء. هو بيتكلم كده مع الشاب الغني. إنما الأنبا أنطونيوس لما أخذها سمع منك. هذا الكلام في الكنيسة قال الكلام ده لي أنا مش لأي حد تاني، وخرج إلى الرهبنة. تمام. فكلام الرب حتى إذا كان بيتكلم مع حد كلام شخصي خاص بيه، إنما ده ممكن كل إنسان ياخد يجد في كلام الرب خلاصه حياته تمام. الأبدية، حتى إذا ما كانش الكلام موجه ليه هو شخصيا، لكن هو من فم الرب. تمام.
يعني انا بشكر قدسك يا ابونا جدا. انا يعني كان يهمني جدا ان احنا نفهم المواضيع دي كويس جدا، لان قدسك وضحت لنا من بداية المسيحية ازاي كان الزواج المسيحي موجود لغاية الطلاق فعلا، حتى من العهد القديم ربنا بيقول لأن الله يكره الطلاق. يعني بشكر قدسك جدا يا ابونا بجد على وقت تعيش. قدسك. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اتفضل يا انا ابونا. ترددت كثيرا جدا جدا ان اتكلم، وعلى بشهاده منك انت شخصيا، بقى لي لان اسبوعين انا بحاول. اعلم جيدا ان الراهب في دايره ليس له ان يتكلم في سياسه الكنيسه. انا ما اتكلمتش في السياسه، لا خالص. لان حتى بالامانه بالامانه لا اعرف تفصيلات كثيره عن الامور الحادثه الان، صحيح. بالامانه بكل امانه. لا انا اشهد لكن على انا ذلك. بسبب ثقتي انك انت بتهتمي بالكنسيات ولك باع طويل منذ قديم الزمان، يعني انا عارف كده، فانا وافقت. انما في الحقيقه انا عادتي اني لا اتدخل او اتكلم في امور تخص المسؤولين، هم المسؤولين، هم اللي ربنا يعينهم ويساعدهم على المسؤوليه اللي شالوها. أكيد يا بونا، احنا مش ما بنتكلمش في لوائح ولا قوانين، بس بنتكلم كتعليم كتابي، وهو ده بس اللي احنا نحب ان احنا نفهمه ونستوضح منه، علشان البعض بيبقى متخيل ان الكنيسة تقدر انها تخالف تعاليم الكتاب بسهولة، زي ما البعض بيحاول يدي معاني اخرى للآيات او للكلمات. فدي اللي يهمنا ان احنا نفهمها صح، وبعد كده كل واحد بقى يختار عايز يمشي صح ولا عايز يمشي ازاي. من كل قلبي بجد بشكر قدسك يا بونا جدا على وقتك، اللي انا عارفه ان قدسك كده تعتبر سهرت جامد جدا. بشكر قدسك جدا يا بونا بجد، ويعني يكون لينا باذن ربنا لقاءات تانية مع قدسك، كتر خيرك. سلام اشكرنا في سلام صلواتك يا بونا. سلام سلام سلام. سلام. احبائنا يعني ارجو ان يعني ان الموضوع يكون واضح بكل التساؤلات اللي كانت موجوده، او بكل التساؤلات اللي البعض حاول يطرحها الفتره اللي فاتت دي. وطبعا اكيد لكل موضوع بيبقى له بقيه، بس يمكن هنكتفي يعني بهذا القدر دلوقتي، او على الاقل في المرحله دي، لغايه باذن ربنا ما يكون لينا فرص اكتر ان احنا نتوسع اكتر في اي موضوع احنا بنناقشه. احنا طبعا وقت حلقتنا خلص، ويعني كان معايا مجموعه حاجات نفسي ان انا اعرضها على حضراتكم، بس عشان ما اطولش عليكم وعشان ما تزهقوش هكتفي بهذا القدر المره دي، وممكن اللي نقدر يكون لسه يعني يتناسب مع الاسبوع اللي جاي نقدر ان احنا نكمله. بس هسيب حضراتكم برضو زي ما ابتديت في بدايه الحلقه، وهي مش عشان الصوره اللي انتشرت زي ما بقول لحضراتكم بتاعت معلمنا بطرس الرسول اللي ماسك فيها المفتاح، لا، بس هي فرصه ان احنا بنعرف تعاليم الكنيسه، بنعرف تعاليم سواء من خلال الكتاب المقدس او من خلال تاريخ الكنيسه، كل حاجه مقصود منها ايه، بما اننا في برنامج الكنيسه اليوم. هسيب حضراتكم مع فيديو صغير، هو كان صوت بس مش صوت وصوره، لاني لقيت الصوت والصوره كان وحش قوي، فجبنا فيديو يكون صوت بس عشان الصوت يكون واضح. شرح بسيط طبعا، برضه هي حاجة بتاعت 45 دقيقة، قطعت منها كلمات 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 في الوسط عشان تدلنا بس فكرة على ايه فكرة رئاسة بطرس الرسول للتلاميذ، هل كان دي حاجة موجودة ولا لا، ايه حكاية المفتاح دي، اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. هسيب حضراتكم مع حوالي 4 دقائق لقداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث. ربنا يا رب ينفعنا ويباركنا بصلواته من اجلنا وعنا. اشوف حضراتكم بكل خير يا رب الاسبوع اللي جاي. أهنئ مرة تانية كل أحبائنا اللي تفوقوا في الثانوية العامة. أشكر الرئيس السيسي مرة تانية من كل قلبي على كلماته الذهبية، وأرجو من الجميع المسؤولين إن هم يتبعوا هذا الرئيس الواضح الصريح اللي بيقول كلمات ذهبية، يا ريت إحنا كمان نحولها لتطبيقات ذهبية في حياتنا. أكيد هنفرح كلنا بوضع مصر، وهتبقى وضعها أحسن بكتير قوي. أشوف حضراتكم يا رب بكل خير الأسبوع الجاي، ربنا يكون معاكم وصلوا من أجل. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقال: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إلي، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السموات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لم تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. كل
ان الرئاسة في ايام الرسل كانت لمجمع الرسل ولم تكن لشخص واحد معين. ولما ناقشوا مبدأ قبول الأمم في الإيمان عقدوا مجمعا حضر فيه الآباء الرسل، وده موجود في أعمال إصحاح 15، وأخذوا قرارا مجمعيا وليس قرارا فرديا من بطرس أو غير بطرس. قالوا في قرارهم رأى الروح القدس ونحن، مع أن بطرس كان قبل ذلك قد عمد رجلا أمميا هو كورنيليوس، لكن هم أخذوا قرار مجمعي. يقولون في كثير من المواقف كان بطرس هو الذي يتكلم أولا، حتى لو سؤال وجهه المسيح للكل هو اللي جاوب في الأول. في الواقع أن بطرس الرسول كانت له طبيعة مندفعة، طبيعته كده زي ما نقول إيليا كانت له طبيعة حماسية، زي ما نقول بولس كانت له طبيعة غيرة، زي ما أرميا كان له طبيعة الدموع، كل واحد له طبيعة. بطرس كان له طبيعة مندفعة، وفيما يندفع في الإجابة ويجيب أولا، أحيانا كان يخطئ وأحيانا كان يصيب، يعني مش كل مرة يندفع نبقى نقول دي دليل رئاسة. ولم يكن يندفع كمندوب عن باقي الرسل أو كرئيس لباقي الرسل، ده حتى في حياة المسيح نفسه بيندفع، وأحيانا يندفع ويوبخ المسيح نفسه. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقال قوم يوحنا المعمدان وآخرون إلي وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلوم في السموات. ده غير المعقول أن المسيح يبني كنيسته على شخص، إنما يبنيها على الإيمان. فالسيد المسيح لما بيقول على هذه الصخرة أبني بيعتي، يعني على صخرة الإيمان هذه إن يسوع الناصري هو المسيح ابن الله الحي. فالكنيسة لا تبنى على شخص إنما تبنى على إيمان، دي على حكاية الصخرة. وأيضا الصخرة عبر عنها في الكتاب المقدس بأنها صفة من صفات الله نفسه. فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. فلما نقول على هذه الصخرة أبني بيعتي، يعني على هذا الإيمان أبني بيعتي، وعلى كون إن يسوع الناصري هو المسيح أبني بيعتي. إن بطرس قال إن المسيح هو ابن الله، دي قالها كتير غيره وقبل منه برضه. يعني لما تقروا في يوحنا الإصحاح الأول آية 49 تلاقوا ناثانائيل، ده لسه في بدء الكرازة، يعني في بدء اختيار الرسل لما لسه وجدوا يسوع، بيقول ايه من آية 47، ورأى يسوع ناثانائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له ناثانائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك. أجاب ناثانائيل وقال يا معلم أنت ابن الله. إذن اعترف أنه ابن الله.
وأهل السفينة في معجزة المشي على الماء سجدوا له وقالوا له إنك أنت ابن الله في متى 14:84. وأهل السامرة أيضا لما استمعوا إليه وقبلوا الإيمان قالوا له في يوحنا 4:42: نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. من جهة المفاتيح، من جهة المفاتيح ما تحل على الأرض يكون محلول في السماء، ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. هذا السلطان أعطاه المسيح لجميع الرسل في متى 18:18. المسيح قال لهم نفس هذا الكلام، قال لهم إيه؟ الحق الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني مش بطرس لوحده. وأيضا هذا هو سلطان الكهنوت كما ورد في يوحنا 20:22 و23، يقول قال لهم يسوع أيضا: سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. والآية دي بنقولها في القسمة بتاعة الصوم. مين اللي أصبح رئيس الكنيسة بعد بطرس لو كان في رئيس يعني الكنيسة العامة؟ هل معقول إنه أسقف روما يصبح رئيسا للكنيسة الجامعة في حياة يوحنا الرسول، أحد الأعمدة الثلاثة اللي كان المسيح بيقعد معاه في مناسبات كتيرة، اللي هو الوحيد اللي وقف جنب صلب المسيح، اللي هو الوحيد اللي وقف جنب الصليب ساعة المسيح، والوحيد اللي استأمنه على أمه تعيش معاه وقال لها هذا ابنك؟ ولا هذا معقول أن أسقف روما ده يبقى رئيس على يوحنا؟ ده مستحيل بقى، لأن هؤلاء الأساقفة كانوا يعتبرون أبناء للرسل. يعني بولس الرسول يقول تيموساوس ابني، ويقول تيتوس ابني، ولادهم. يجي واحد من ولاده يعمل رئيس على الكنيسة الجامعة الرسولية في حياة يوحنا؟ هذا السؤال اللي مش ما لقيتش حد يجاوب. طب افرض بقى ان مبدأ الرئاسة العامة للكنيسة كان موجود، هو طبعا ما كانش موجود، بقول لكم اللي بيرأس هو مجمع الرسل. افرض وبطرس لما استشهد خلفه يوحنا، ما هو ده الوحيد اللي فاضل. تبقى لما يتنيح يوحنا مين يخلفه؟ أسقف أفسس ولا أسقف سميرنا ولا أسقف برجاموس؟ ولا الحكاية تتلخبط زي ما انتوا شايفين. إنه لم يحدث أن أسقف روما رأس أحد المجامع المسكونية الأولى قبل الانقسام، ما حصلش. الوضع الذي نستطيع أن نقوله أيها الأباء والأخوة والأبناء إن المسألة مسألة سياسية وليست مسألة دينية. روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، فأرادت أن تأخذ نفس المركز الذي لها في السياسة تأخذه في الدين.